لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لبيك ربنا وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، إنا بك وإليك. لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، أنت ربنا وإليك المصير. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهنا لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سرا أو علانية. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا، ولك الشكر على كل حال، ولك الحمد بجميع المحامد، ولك الحمد على كل حال. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، ونحن عبيدك وأتباع رسولك وشهداؤك في الأرض، وقد تمزق شملنا وتفرق جمعنا وذهبت هيبتنا،
ونال منا عدونا، وطمع فينا من لا يدفع عن نفسه، وسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا يراعي فينا إلا ولا ذمة، وسامنا عدونا خسفا وظلما. ربنا عد إلينا بعطفك ولطفك الخفي الجلي، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا واجمع كلمتنا ووحد صفوفنا، ربنا وحد كلمتنا ووحد صفوفنا، وردنا إليك ردا جميلا، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا. نحن الفقراء إليك، الأسراء المنطرحون بين يديك، نسألك مسألة المسكين، وندعوك دعاء المذنب الذليل، ونبتهي إليك ابتهال الخائفين، ابتهال من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه، وزرفت لك عينه. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجمع قلوب المسلمين على كتابك وسنة نبيك. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت بها علينا، إنك حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ختامنا هذا ختاما مباركا على من قرأه وحضره وسمعه وأمن على دعائه. إلهنا، حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تبعدنا عن جنابك، فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع، وعين لا تدمع، وعين لا تدمع. ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم اشملنا بعفوك وإحسانك، اللهم اشملنا بعفوك وإحسانك، اللهم اشملنا بعفوك وإحسانك. إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. من الذي سألك فحرمته، أو أتاك فطردته؟ اللهم اقبلنا في هذه الليلة المباركة أجمعين، اللهم اقبلنا في هذه الليلة المباركة أجمعين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور.
وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور اللهم وفق الدعاة في سبيلك اللهم اجمع قلوبهم على الحق والهدى ورد عنهم كيد الكائدين ورد عنهم كيد الكائدين ورد عنهم كيد الكائدين اللهم ما أنزلت في هذه الليلة المباركة من صحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم احفظ مجتمعات المسلمين من كل الآفات وعمها بالخيرات وعمها بالخيرات والبركات وطهرها من المعاصي والمنكرات اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل في ثوب العزة والكرامة والصحة والنصر على أعدائها يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا المن والعطاء يا ذا المن والعطاء اللهم أعد علينا سنين بعد سنين مجتمعين غير متفرقين متبعين غير مبتدعين اللهم أعده علينا وقد شرفتنا بعودة المسجد الأقصى على أيدينا اللهم أعده علينا وقد شرفتنا بعودة المسجد الأقصى على أيدينا اللهم ارزقنا تطهيره من دنس اليهود وأخرج منه كل كافر جحود اللهم أخرج منا صلاح الدين اللهم أخرج منا صلاح الدين اللهم ارفع عنا ذلنا وتقصيرنا في حقه يا قوي يا عزيز لبيك يا أقصانا يا أولى القبلتين وثالث الحرمين يا مسر الحبيب المصطفى اللهم آمن روعتنا اللهم آمن روعتنا اللهم أعنا على سكرات الموت اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته ويوم القيامة وكربته والصراط وذلته واجعلنا في موقف يوم القيامة من الآمنين واجعلنا في موقف يوم القيامة من الآمنين واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين وارزقنا مجاورة نبيك المصطفى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعل قبور المسلمين رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم وارحمنا إذا وارانا التراب اللهم وارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والأحباب اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا وارحم في القبور وحشتنا وارحم يوم العرض عليك ذل وقوفنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم ارحمنا إذا شخصت الأبصار وارحمنا إذا حفيت الأقدام
وارحمنا إذا عريت الأجساد، وارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد، وجيء بجهنم تقاد بألف زمام، كل زمام 70,000 ملك. اللهم إنا نعوذ بك من النار، ونعوذ بك من لظاها وزقومها. اللهم بفضلك أعد المسجد الأقصى إلى حوزة الإسلام. اللهم طهره من الغاصبين، وأخرجهم منه أذلة صاغرين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. سبحان مجيب الدعوات، سبحان مجيب الدعوات، سبحان مغيث اللهفان، سبحان غافر الذنب والخطيئات، سبحان العظيم الوهاب، سبحان الغفار التواب، سبحان رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان من عم بمعروفه الجميع ولم يترك أحدا. يا خير من دعاه داع، وأفضل من رجاه راج، نتوسل إليك بختم كتابك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن لا تصرفنا من موقفنا إلا وقد قضيت حوائجنا. وهب لنا كل ما سألناك، وحقق رجاءنا فيما تمنينا. إلهنا، ما أنت صانع الليلة بقوم أقروا بذنوبهم، خشعوا لك بذلتهم، مستكينين بجرمهم، متضرعين إليك من عملهم، تابوا إليك من ذنوبهم، مستغفرين لك من ظلمهم، مبتهلين إليك، مبتهلين يطلبون العفو منك. يا ملجأ كل حي وولي كل مؤمن، من أحسن فبرحمتك يفوز، ومن أخطأ فبخطئه يهلك. إليك خرجنا يا الله، وببابك أنخنا يا الله، إليك خرجنا يا الله، وببابك أنخنا يا الله، ما عندك طلبنا يا الله، ولإحسانك تعرضنا يا الله، ورحمتك رجونا يا الله، ومن عذابك أشفقنا يا الله، ومن عذابك أشفقنا يا الله، وإليك بأثقال الذنوب هربنا يا الله. يا من يملك حوائج السائلين يا الله، ويعلم ضمائر الصامتين يا الله، يا من ليس معه رب يدعى يا الله، ويا من ليس فوقه خالق يخشى يا الله، ويا من ليس له وزير يؤتى يا الله، ولا حاجب يرشى يا الله، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا. اللهم إنك جعلت لكل ضيف قرا، ونحن أضيافك، فاجعل قرانا منك الجنة. اللهم إن لكل وفد جائزة، ولكل زائر كرامة، ولكل سائل عطية، ولكل راج ثوابا، ولكل ملتمس لما عندك جزاء، ولكل مسترحم عندك رحمة، ولكل راغب إليك زلفا، ولكل مسيء إليك عفوا، ولكل مسيء إليك عفوا. وقد أتيناك طالبين عفوك ورضوانك، فلا تخيب رجاءنا،
اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشدد وطأتك على اليهود، 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 وأدر عليهم دائرة السوء يا قوي يا عزيز. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا قوي يا عزيز. اللهم عجل لأوليائك في فلسطين الفرج، اللهم عجل لهم الفرج والعافية والنصر، اللهم عجل لهم الفرج والعافية والنصر والتمكين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. إليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إلى من تكل المستضعفين في فلسطين، إلى من تكل المستضعفين في كل مكان، إلى عدو يتجهمهم أم إلى قريب ملكته أمرهم. إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن رحمتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علينا غضبك أو أن ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. إلهنا منك الفرج وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك ويكذبون رسلك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وأنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أنت عضدنا وأنت نصيرنا، بك نحول وبك نصول وبك نقاتل. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفينيهم بما شئت، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب، يا سريع الحساب، اهزم الأحزاب. اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزم اليهود وزلزلهم، وانصر المسلمين عليهم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا خطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وأجب دعوتنا يا الله، وأجب دعوتنا يا الله،
وأجب دعوتنا يا الله. رب تقبل توبتنا يا الله، واغسل حوبتنا يا الله، وأجب دعوتنا يا الله، وثبت حجتنا يا الله، واهد قلوبنا يا الله، واهد قلوبنا يا الله، وسدد ألسنتنا يا الله، وسدد ألسنتنا يا الله، واسلل سقيمة صدورنا يا الله. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، ونعوذ بك من الرياء والسمعة يا حي يا قيوم. اللهم كما وفقتنا للصيام والقيام فمن علينا بالقبول يا ديان. اللهم امنن علينا بالقبول يا ديان. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق يوم الحساب، اللهم إنا نعوذ بك من الضيق يوم الحساب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، يا واسع المغفرة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمث بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وإذا أردت فتنة بقوم فقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، وحذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الراعي والرعية أن يقيموا شريعتك. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعلنا ممن يحل حلال القرآن ويحرم حرامه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مسجونا إلا فككته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككت أسره. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد انصر المسلمين على اليهود. اللهم يتم أطفال اليهود. اللهم رمي النساء اليهود. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. اللهم انصر المسلمين عليهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، عالة فاحملهم. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجزل العطية واغفر الخطية وأصلح النية وارزقنا الحياة الهنية. اللهم إن سلاطين الأرض أغلقوا الأبواب ووضعوا الحجاب، وبابك مفتوح وثوابك ممنوح وخيرك يغدو ويروح. اللهم فأصلح القلوب واغفر الذنوب واستر العيوب. اللهم فأصلح القلوب واغفر الذنوب واستر العيوب. اللهم من أرادنا والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم من أرادنا والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم فأشغله بنفسه. اللهم من وقع في أعراض المسلمين بالغيبة والنميمة فأشغله بنفسه وافضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك يا ربنا من المغرورين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من دبر لأوليائك المكائد ولعبادك الشدائد فقطع مفاصله واحبك سلاسله وانسف معاقله وانسف معاقله وأصب مقاتله. اللهم يا من أنجى من النار الخليل وأيد اليتيم بجبريل
ودمر أبرهة والفيل، ومزق الغزاة بطير أبابيل. نسألك أن تكف المعتدي وأن تلوي ساعد الردي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم أكرم نزلنا ووسع مدخلنا، واغسلنا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء صدورنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا يا إنك أحببت التقرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا، ونحن عبيدك وأنت أولى بالتكرم، فاعتق رقابنا. اللهم فاعتق رقابنا من النار. اللهم واعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم إنك أحببت التقرب إليك بالتصدق على فقرائنا، ونحن الفقراء بين يديك، وأنت أولى بالتكرم، فتصدق علينا بمغفرة من عندك. اللهم اشملنا بمغفرة من عندك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ربنا إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا. اللهم إنك قلت في كتابك العزيز ادعوني أستجب لكم، وقلت في كتابك الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونحن ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا ختمنا كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تبعدنا عن جنابك اللهم استجب دعانا اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم هذا الدعاء على تقصير منا وتفريط، ومنك الإجابة يا حليم. اللهم استجب دعانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.